بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع بتاعنا اللي هنتكلم عنه النهاردة موضوع الريموت اكسس، موضوع الريموت اكسس او الفي بي ان. الريموت اكسس او الفي بي ان موضوع مهم جدا جدا جدا، لا غنى عنه ان انت هتفهمه النهاردة. خلاص، ممكن تعمل في بي ان او ريموت اكسس على اي حاجة مش بتاعت مايكروسوفت. يعني ممكن تستخدم حاجة مش بتاعت مايكروسوفت. خلاص، انما احنا بنتكلم ان انت هتعمل في بي ان على الحاجه بتاعت مايكروسوفت. يعني ايه بقى في بي ان او يعني ايه بقى ريموت اكسس؟ الكلام اللي انت بتقول لي مايكروسوفت ومش مايكروسوفت، فاهم انت هتقول ايه يا محمد؟ خلاص، الفي بي ان ده اللي انا هشرحها النهارده دي اصلا بتتشرح النهارده ان ديتيلز، بتاخد التفصيل بتاعها بالتفصيل الممل في الكورس ده اللي هو كورس الانفرا، بس تطبيقها احنا بنرجع نشرحها تاني، بس بنشرحها على التيم جي او الايزا، شرحها التيم جي او الايزا، فتطبيقها ما بيبقاش على في كورس الانفرا، بس هي مفيده ليك في كورس الانفرا، بس تطبيقها ما بيبقاش في كورس الانفرا، تطبيقها بيبقى على التيم جي او على الايزا. مش من سيرفر ايه يا عم؟ استنى بس. تمام، فاحنا بنشرح الديتيلز بتاعها في الكورس ده بالتفصيل. بعد كده لما بتيجي تطبقها بتطبقها على فاير وول عندك. فاير وول معناها حائط ناري او جدار ناري. الجدار الناري ده اللي بيمنع اي حد يخش لك من بره، بيمنع اي حد يخش لك من بره. تعال بقى نفهم يعني ايه ريموت اكسس او يعني ايه في بي ان. كلمه ريموت اكسس معناها، كلمه ريموت معناها وصول عن بعد، احنا خدناها في الريموت ديسكتوب صح. اكسس ان انا هاكسس حاجه عن بعد. اكسس حاجه ازاي عن بعد؟ هحكي لك قصه وانت هتفهم بيها احنا هنتكلم عن ايه. انا دلوقتي النهارده واخد اجازه من الشغل، خلاص، حصلت مشكله في السيرفر اللي موجود عندي، عندي الفايل سيرفر بتاعي حصلت فيه مشكله، خلاص، او الدومين كنترولر بتاعي حصلت فيه مشكله. هضطر اعمل ايه؟ هضطر ان انا اقوم البس وانزل اروح الشركة علشان احل لهم المشكلة اللي حصلت، صح؟ قالك لا، احنا ممكن وانت قاعد في مكانك نخليك توصل للسيرفر بتاعك اللي موجود في الشركة. ازاي؟ ان انا لا، ما انا لو اديت ريال اي بي للدومين كنترولر بتاعي ابقى انا كده راجل شغال بطيخة. ليه بقى؟ لان الدومين كنترولر بتاعي او مش الدومين كنترولر بتاعي، ال ال داب بتاعي، البروتوكول اللي اسمه ال داب اللي انا بقدر من خلاله اسيرش جوه الاكتف دايركتوري بتاعي، صح، ده ما ينفعش يبقى طالع انترنت، يعني ما ينفعش يبقى فاليد على الانترنت. لو انا اديته ريال اي بي، اي راجل هاكينج تول بتلاتة نيكلا، مش هقول لك يعني هاكينج تول حاجه جامده، لا، اي بتاع تسيرش بيه عن جوجل وانت راجل مبتدئ تعرف تهاك الدومين بتاعي وتعرف تاكل على قفاه عيش. لو انت اديت للدومين كنترولر بتاعك ريال اي بي، لان باختصار شديد ان شاء الله في كورس الاكتف هتفهم الكلام ده ان ديتيلز. انا بيبقى عندي حاجه اسمها سيد اي دي، كل يوزر عندي بيبقى ليه حاجه اسمها سيد اي دي اللي هو السكيورتي ايدنتيفاير بتاعه، اللي هو التيكت اللي هو بياخدها من الدومين كنترولر بتاعي علشان خاطر ياكسس بيها اي ريسورسز. التيكت دي اللي بيقدر ياكسس بيها اي ريسورسز. خلاص، السيد اي دي دي اللي هو الرقم القومي بتاعه جوه الدومين كنترولر بتاعي. حلو كده، هنشوف ازاي تشوفها، انا اوريها لك ان شاء الله بس الكورس الاكتف لما نتكلم عنها. خلاص، فالرقم اللي انا باخده ده هو اللي بيمكنني ان انا لما اجي افتح الشير فولدر اللي اسمه اي تي اقدر ارمي جواه ملف. لما حضرتك تيجي تفتح الشير فولدر اللي اسمه اي تي يقول لك اكسس دينايد. ليه؟ لان الرقم بتاعك ما ينفعش ان هو يمشي على الشير فولدر ده. خلاص، فالادمنستريتور او الانتربرايز ادمن بتاع الدومين بيبقى السيد اي دي بتاعه، هو بيبقى ليه ارقام وحروف اخره 500، اخره 500، رقم 500، 5 0. معايا كده؟ فلما بيجي حد يرمي لك هاكينج تول ولا حاجه
بيبص على السيد اي دي، الهاكينج تول بتبص على السيد اي دي. فطبعا لو ال دب بتاعي مفتوح وفي الشارع واخد ريال اي بي، الناس هتسيرش من خلال ال دب بتاعي، صح؟ فيسيرش على اليوزرز كلهم. حتى لو انا مغير اسم الادمنستريتور بتاعي، هو هيبص على السيد اي دي اللي يلاقيه فيه 500 يقول لك بس ده الانتربرايز ادمن، يقوم واخده يرمي له الطول، يغير الباسورد او يهاك الباسورد، خلاص كده بقى يقدر يعمل كل حاجه في الدومين بتاعي. فما ينفعش الدومين كنترولر بتاعي اديله ريال اي بي، وما ينفعش الدومين كنترولر بتاعي اطلعه انترنت. دومين كنترولر الحاجه الوحيده اللي هخليه يشوفها عن طريق الانترنت بورت 53 اللي هو الدي ان اس، علشان يعرف يريزولف، علشان لما اقول له فوروردرز يعرف يريزولف الحاجات اللي بره فقط لا غير. غير كده مش هفتح له اي ترافيك بره على الانترنت. معايا كده؟ طيب امال ازاي وانا قاعد في البيت اقدر ان انا كونكت على السيرفر اللي موجود عندي في الشركه؟ قال لك بسهوله جدا وبطريقه سهله جدا، هنمد لك كابل من البيت بتاعك لغايه السيرفر اللي موجود. هنمد لك كابل من البيت وانت قاعد في البيت كده، هنمد لك كابل لغايه السيرفر بتاعك. محمد شلبي بيبص لي بيقول لي انت مجنون. ازاي الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ها فعلا احنا هنمد كابل، حلو، بس ازاي بقى الكابل اللي احنا هنمده ده؟ خلي بالك انا مثلا شغلي في مدينه نصر، حلو كده، ومثلا انت قاعد في المعادي. شوف بقى لما نمد لك كابل من معادي لمدينه نصر، على الاقل مثلا ايه فيها بتاع 30 كيلو، صح؟ ناهيك بقى ان احنا ايه هنرميها بقى من فوق العماير والكلام ده، واد يعدي من فوق السطوح يكعبل في السلك يقطعه ونفضل نلف عربيه، صح؟ ما ينفعش، ما ينفعش ان انت تمد كابل من هنا لغايه الشركة بتاعتك، استحالة. طب تخيل الشركة بتاعتك في 6 اكتوبر، ما ينفعش تمد كابل من 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 مكانك لغاية الشركة، صح؟ قالك لا، ما احنا هو في كابل اوريدي ممدود اصلا ما بيني وما بين الشركة. الكابل اللي ممدود اوريدي اللي ما بيني وما بين الشركة بتاعتي هو سلك السنترال. الكابل اللي ممدود معايا هو سلك السنترال، صح؟ خلي بالك انت الانترنت اصلا عندك، هو انا لما بوصل لياهو او بوصل لجوجل او بوصل لهوت ميل او بوصل للكلام ده، خلي بالك انا ما بيني وما بين الهوت ميل وما بين جوجل سلك، ده لازم يقينا انت تكون عارف كده. بس السلك اللي ما بيني وما بينه ايه؟ انا واصل على المصريه للاتصالات، واصل بالبوكس اللي تحت، والبوكس واصل للسنترال، والسنترال واصل للسنترال، والسنترال واصل للسنترال، لغاية ما يعدي على الكابل اللي هو ماشي تحت البحر. الكابل اللي ماشي تحت البحر ده بيودي الحتة التانية، عشان كده لما الكابل ده اتقطع النت فصل. هو النت فصل ايه؟ يعني ايه النت فصل؟ هو في حاجة اسمها النت فصل؟ لا، هو النت ما فصلش، بس هو الكابل لما اتقطع انا ما قدرتش اوصل للسيرفر اللي انا واصل بيه. تماما بالظبط لو الجهاز بتاعي ده موصله بسويتش على السيرفر، والسيرفر موصله بسويتش، الكابل بتاعي اتقطع، هل السيرفر اللي وقع؟ لا، ده الكابل اللي اتقطع. طب بالساتلايت هي برضو، انت لاقط ساتلايت وايرلس وهو من هناك طالع برضو لاقط عليه حاجه واصله بيه، فاوريدي برضو ده يا اما اشارات ماشيه في الهواء في الاخر بتوصل لمكان في كابل، لازم يكون في مكان في كابل، حلو، وبتوصل له برضه. هي نفس التكنيك بالظبط. ما هو حلو، بس في الاخر في النهايه ان في سيرفرات انا هكونكت عليها واصله كابلات، يعني الساتلايت ده في نهايته وفي الاخر واصل بحاجه، خلاص الحاجه دي فيها كابل. يعني انا دلوقتي هسالك سؤال، انا دلوقتي وانا على اللابتوب بتاعي بلقط وايرلس، صح؟ في مشكله، بس الراوتر اللي انا لقيت منه متوصل بسلك،
ومتوصل بكابل اللي هو بتاع السنترال. ما هي لازم كده، هو ده التكنيك بتاعها. فباختصار شديد بقى عشان نلخص الكلام بتاعنا ده، ان الريموت اكسس او الفي بي ان دي عباره عن ايه؟ ان انا بستخدم الاسلاك اللي اوريدي ممدوده بتاعت السنترال، بستخدم الاسلاك اللي ممدوده اللي واصله بالسنترال. وبعمل ايه بقى؟ بيكون عندي سيرفر، السيرفر ده بسميه راس سيرفر، ريموت اكسس سيرفر. السيرفر اللي هو اسمه راس سيرفر ده، السيرفر ده ده اللي انا بحط عليه ريال اي بي، ده اللي انا بحط عليه ايه؟ ريال اي بي. وابدا ان انا كونكت على السيرفر ده، اطلع انا بقى باي بي، اي اي بي طالع انترنت وخلاص، اكونكت على الراس سيرفر اللي موجود عندي في الشركه. الراس سيرفر ده يستقبل الكونكشن بتاعتي ويدخلني عنده. بس الراس سيرفر لما بيدخلني عنده، بيدخلني عنده بحاجه اسمها او بروتوكول اسمه في بي ان. كلمه في بي ان اختصار لفيرتشوال برايفت نتورك، فيرتشوال برايفت نتورك. تعال نفسرها، كلمه فيرتشوال يعني حاجه وهميه، صح؟ برايفت يعني حاجه خاصه بيا، نتورك شبكه، يعني هكون شبكه خاصه بيا انا. ايه؟ شبكه وهميه خاصه بيا انا، خلاص. فالراس سيرفر ده وظيفته ان هو لما يستقبل مني الكونكشن، اول ما اخش عليه ويستقبل مني الكونكشن يقوم عامل لي تانل. تانل، كلمه تانل يعني ماسوره. الماسوره اللي بيعملها دي، بيعمل ماسوره وهميه ما بين الجهاز بتاعي وما بين السيرفر ده اللي هو الراس. بيعمل ما بيني وما بين السيرفر بتاعي ماسوره. وظيفه الماسوره دي ان هي تعمل ايه؟ ان هي تنكريبت الداتا. ووظيفتها كمان ان الداتا بتاعتي اللي ماشيه، ما انا ماشي دلوقتي الداتا من خلال سلك السنترال، وسلك السنترال ده شعب مصر كله بيكونكت عليه. يعني واحد ممكن يرمي لي هاكينج تول على السلك بتاع السنترال يجيب اليوزر نيم والباسورد بتوعي، صح؟ فعلشان كده الراس سيرفر اول ما يستقبل مني كونكشن يقوم عامل لي حاجه اسمها تانل. وظيفه التانل دي ايه بقى؟ وظيفه التانل ان هي تسكيور كونكشن اللي ما بيني. علشان كده اول ما حضرتك ما بتكونكت على الراس سيرفر وتخش عنده وانت طالع انترنت، بتلاقي الانترنت وقع عندك، ما عندكش انترنت. يعني اول ما اخش في بي ان ما الاقيش عندي حاجه اسمها انترنت، خلاص الانترنت قفل. ليه بقى؟ لان انا الترافيك بتاعي ماشي في ماسوره، ما ينفعش يخرج بره الماسوره دي. خلاص التانل بقت ماسوره، فبقت اي ترافيك خارج من عندي لاي حاجه رمي على الراس دايركت. فلما اجي اكتب جوجل ما ينفعش، لان الماسوره بقت مقفوله ما بيني وما بين الراس. فالداتا ماشيه في الماسوره الوهميه دي. فهمت؟ افصل الفي بي ان او افصل الكونكشن، اطلع نت بقى عادي خلاص، مفيش مشكله. خلينا بس ماشيين خطوه بخطوه. ها حد وقع منه حاجه معايا يا باشمهندس؟ تمام، حلو كده. فالماسوره الوهميه دي اللي انا بعملها او اللي انا ببدا ان هو يعملها لي دي، هي اللي ما بتخليش الترافيك يطلع. طبعا ان شاء الله لما تاخد تيم جي او تاخد ايزا هنشوف ان احنا بنعمل حركه صايعه بنتحايل بيها على الموضوع ده. ان انا بعمل ايه بقى؟ او معامل بوليسي على الايزا دي او التيم جي، وظيفته ان هو يخرجني انترنت، صح؟ مش انا وصلت للراس او قايل للراس طلعني انترنت، ابقى انا طالع انترنت من خلال الشركه بتاعتي مش من خلال الجهاز بتاعي. تمام كده؟ فدي حركه احنا بنعملها بحيث ان اللي يخش في بي ان ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش متضايق. يقول لك انا عايز ابقى داخل برضه وفي نفس الوقت بقى الماسنجر بتاعي شغال، الهوت ميل بتاعي شغال، الحاجات دي. لا
الصوره هتفضل عندك، الصوره هتفضل عندك، انما الراجل ده مش هيستقبل كونكشن. معايا كده؟ واصله ولا صعبه لغايه دلوقتي؟ طيب الراس بقى ده اللي هو واخد ريال اي بي خلاص، علشان يستقبل مني الكونكشن بتاعتي انا كيوزر بمر بثلاث مراحل. علشان اخش جوه الراس ده بمر بثلاث مراحل. اول مرحله بيسموها ايدنتيفيكيشن، تاني مرحله بيسموها اوثنتيكيشن، ثالث مرحله بيسموها اوثورايزيشن. كلمه ايدنتيفيكيشن بقوم باعت له اليوزر نيم، اوثنتيكيشن ببعت له الباسورد، اوثورايزيشن بقى يسمح لي اخش ولا ما يسمحليش عشان يبدا يفتح التانل على اساس اليوزر نيم والباسورد بتوعي. معايا لغايه دلوقتي؟ طيب التانل اللي هو بيفتحها لي دي في منها ثلاث انواع. في منها كم نوع؟ ثلاث انواع، نوعين موجودين في 2003 والنوع الثالث جديد في 2008. خلي بالك احنا الكلام في 2003 صوره تبقى الاصل من 2008، مفيش اي اختلاف ما عدا النوع الثالث. اول نوع بيسموه بوينت بوينت تانل بروتوكول، التانل الماسوره الوهميه بوينت بوينت تانل بروتوكول. تاني موضوع، تاني تانل بيسموها لاير 2 تانل بروتوكول. تالت تانل بيسموها اس اس تانل بروتوكول. حلو كده؟ الفروق ما بينهم ايه؟ البوينت بوينت تانل بروتوكول ما بتسبورتش الانكريبشن، يعني الداتا بتبقى ماشيه كلير تكست، هو بس مجرد ان هو عامل لك ماسوره وهميه وخلاص، حد قدر يخترق الماسوره دي ويهاك عليها خلاص يشوف الداتا. سبورتش السكيورتي. حلو كده؟ والاوبريتنج سيستم اللي بتسبورته بتسبورت ال 98 95 اكس بي 2003 2008 7 فيستا، اي نوع، ايه اي حاجه. حلو كده؟ ها اللاير 2 تانل بروتوكول بتسبورت الانكريبشن، يعني الداتا وهي ماشيه في التانل بتبقى مشفرة وما بتشتغلش غير على الويندوز سيرفر 2000 فيما فوق، يعني 2000 2003 7 فيستا 2008 اكس بي. وبتسبورت حاجة اسمها الاي بي سيك. اي بي سيك ده بروتوكول باي ديفولت موجود في لاير 1، موجود في اول لاير. لو شفتوا اللايرز الموديولز، البروتوكول ده قاعد على كارت النتورك. كل وظيفته ايه؟ ان الداتا وهي نازله له يقوم مشفرها، وهي طالعه منه يقوم فكك شفرتها. فلو انا شغلته على الجهاز بتاعي محدش يعرف يكلم الجهاز بتاعي، ولا يبنج عليه ولا يفتح عليه ويب سايت ولا يعمل اي حاجه. الا لما يكلمه بالاي بي سيك، تكون شغل برضه هو كمان عليه الاي بي سيك. الاس اس تانل بروتوكول زيها زي اللاير 2 بالظبط، بس الانكريبشن بتاعها او درجه الانكريبشن بتاعها بتبقى اعلى من اللاير 2 تانل بروتوكول خلاص، وبتسبورت الاكس بي بس سيرفيس باك 3، يعني من اول اكس بي سيرفيس باك 3، اكس بي سيرفيس باك 3 فيستا 7 2008. سكيور سكيور تانل بروتوكول. لا ما هي اصل يعني مايكروسوفت ما بتسبورتش غير الاكس بي دلوقتي سيرفيس باك 3، فهم حاطينها علشان خاطر يحكمك بس. هي بس برضه بتسبورت الاي بي سيك. لا بس الترافيك بتاعها الانكريبشن بتاعها
بيبقى اصوات درجات الانكريبشن دي، في منها 32 بيت وفي منها 64، هي لغايه 128. هي 128، فالترافيك بتاع التشفير اعلى طبعا. كل ما بتعلي السكيورتي بتاعت الترافيك بتاعت التشفير بتكون صعبه في الهاكينج، فاهم يعني؟ كل ما علت التشفير كل ما صعب ان الهاكي يفكه. بس طبعا هو خلي بالك، هو اصلا انت كل اللي انت بتعمله ده كل ما تعلي السكيورتي زي ما اتفقنا مع بعض البرفورمانس بيقل. يعني انا اعلي سكيورتي برفورمانس يقل، اقلل سكيورتي البرفورمانس يعلى. هو في بص البرفورمانس والسكيورتي في ما بينهم حاجة متضادة، ما ينفعش يمشوا الاتنين في اتجاه واحد، فاهم؟ ايوه. ما هو انت تعلي السكيورتي البرفورمانس بتاعك يقل. يعني انت لما اسالك سؤال، انا دلوقتي لو داخل على نسخه الويندوز ومش عامل عليها باسورد وقلت له انتر مش هيدخلني؟ واحد تاني بقى نسخه الويندوز بتاعته عامل عليها باسورد، مش انا هخش اسرع منه لان هو لسه هيكتب اليوزر نيم والباسورد؟ واحد تالت عامل الباسورد بتاعته كومبلكس، فهيضطر ان هو بقى يفضل يدوس شيفت وبتاع غير التاني اللي كتب 1 2 3 وهكذا. فكل ما بتعلي سيكيورتي كل ما البرفورمانس يقل معاك. طبعا هو انت لما بتنقل حاجه وتسكان عليها بالانتي فايروس غير لما تنقل حاجه وانت مش بتعمل عليها سكان، تمام كده؟ طيب يبقى نلخص بقى الكلام بتاعنا. الريموت اكسس هي ايه؟ عباره عن حاجه اسمها في بي ان. كلمه في بي ان يعني فيرتشوال برايفت نتورك، يعني انا هعمل نتورك وهميه ما بيني وما بين الاجهزه بتاعتي. خلاص النتورك بتاعتي دي علشان ابدا ان انا اعمل في بي ان لابد ان انا يكون عندي سيرفر. السيرفر ده اسمه راس سيرفر. السيرفر ده اسمه ايه؟ راس سيرفر. وظيفه الراس سيرفر ايه؟ وظيفه الراس سيرفر ان هو يكون عليه خطين، كارتين نتورك، كارت شايف اللان بتاعتي وكارت واخد ريال اي بي. لا ما احنا هنشوف دلوقتي، بس خلينا ماشيين خطوه بخطوه. خلاص وظيفه الراس ان انا اكونكت عليه من خلال الجهاز بتاعي وانا قاعد في البيت، والراس يدخلني جوه. خلي بالك بقى الراس بيشتغل از في بي ان سيرفر وبيشتغل راوتر في نفس الوقت. اشتغل ايه؟ في بي ان وراوتر في نفس الوقت، يعني هيروت ما بيني وما بين النتورك بتاعتي، تمام؟ الراس سيرفر علشان حضرتك تسطبه او علشان حضرتك تظبطه لابد ان هو ينزل على سيرفر 2003 او سيرفر 2008. سيرفر 2003 او سيرفر 2008، تمام كده؟ انت مالك يا عم؟ ساعة ما الزمالك ما خسر الدوري وانت جات لك صدمة؟ فالراس سيرفر وظيفته ان هو يستقبل الكونكشن بتاعتي. احنا بقى هنشوف الراس النهارده، الراس سيرفر بتاعي ده هنشوفه وهو جوين للدومين. يعني الراس سيرفر اللي هيستقبل الكونكشن بتاعتي هيبقى جوين الدومين، يعني فاهم يعني ايه اكتف دايركتوري، تمام كده؟ بكره ان شاء الله هنشوف نوع تاني، ان انا الراس بتاعي مش هخليه جوين للدومين، هخليه ستاند الون. واحد يقول لي ليه اخليه ستاند الون؟ فور سكيورتي، مور سكيور. ليه مور سكيور؟ لان الراجل ده واخد ريال اي بي، فواخد ريال اي بي يعني معنى كده ان الراجل ده فاهم ال داب، فمش هخليه يبقى جوين للدومين. خلاص طبعا برضو من الحاجات اللي هنشوفها بكره ان شاء الله برضو، بس احنا بنشرح كل الفي بي ان كلها. وبعدين الحاجات اللي هنشوفها برضو ان انا فاكرين الناب اللي هو نتورك اكسس بروتكشن، كان وانا بسطب الناب كان بيقول لي ان في حاجه اسمها نابس، صح؟ النابس سيرفر اللي هو من جوه الناب، صح؟ وظيفه النابس ايه بقى؟ ان هو بيمانج عده سيرفرات من ضمنها الراس سيرفر. ما هو الراجل ده مش جوين الدومين، الراس الجديد ده مش هيبقى جوين الدومين،
طب انا يوزر في الاي تي، لما اجي اخش هبعت له اليوزر نيم والباسورد بتوعي، هكتب له مثلا ام سرحان وادي له الباسورد، صح؟ طب الراجل ده يفهم منين ان ام سرحان ده موجود جوه الاكتف دايركتوري؟ عن طريق بقى ان انا هشغل له بروتوكول جوه النفس، اقول له لا ده انت عندك فريند، لما حد يبعت لك الايدنتيفيكيشن والاوثنتيكيشن مش انت المسؤول عنهم، ده المسؤول عنهم الدومين كنترولر، فادي له الدومين كنترولر فريند ليه. كانت في 2003 كنا بننزل سيرفيس مساعده اسمها الاي اي اس، انترنت اوثنتيكيشن بروتوكول او سيرفيس. خلاص هنا شالوها وخلوها في النفس، خلاص دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، انا علشان يوزر يخش عندي عن طريق الفي بي ان عندي ثلاث اختيارات. اول حاجه ديناي اكسس، كلمه ديناي اكسس يعني ما يعرفش يخش. تاني حاجه عندي الاو اكسس اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، انه يخش بحاله وبعبله وبقرفه بكل حاجه، فاهم؟ تالت اختيار كنترول اكسس رو بوليسي. لا انا احط له بوليسي، اقول والله اللي يجي لي في بي ان يجي لي من الساعه كذا للساعه كذا، اللي يجي لي في بي ان يكون ممبر في الجروب الفلاني، اللي يجي لي في بي ان يبقى بيستخدم انواع من انواع الاوثنتيكيشن اللي هنشوفها دلوقتي. عندي حاجه اسمها الباب، وعندي حاجه اسمها الايب، وعندي حاجه اسمها الام اس شاب، وعندي حاجه اسمها الام اس شاب فيرجن 2، هنشوفهم ونشرحهم بس في العمل. يجي لي بنوع معين، فاهم؟ اللي يجي لي يجي لي من اي بي معين. ما بحط له كونديشنز، بحط له عقبات. والله يا عم الحاج انت جيت لي وتوافقت معانا مع البوليسي هندخلك، ما توافقتش مع البوليسي خلاص هديك على قفاك وارجعك. معايا كده سهله، نتوكل على الله كده ونشوف العملي. طيب بصوا يا رجاله بقى، اللاب بتاعنا العملي هيبقى عندنا راوتر، الراوتر ده هيبقى واخد كارتين نتورك، الراوتر ده هيبقى واخد ايه؟ كارتين نتورك. الكارت الاولاني برايفت اي بي باصص على الجهاز بتاعي ده اللي هو الدومين كنترولر بتاعي، حلو كده. والكارت الثاني ريال اي بي باصص على الانترنت. ممكن نغير النيم بتاعه عشان الناس ايه ما تتلخبطش. تمام كده، عندي كارتين نتورك، واحد مسمينه اكسترنال واخد ريال اي بي وليكن مثلا 62.221، ده ريال اي بي، حلو كده. والتاني برايفت اي بي واخد 192.168.1.100، معايا كده؟ بس نقفل ايه الفاير وول. وانا كلاينت اهو قاعد على الجهاز بتاعي 7 فوركو جروب، وانا جهازي بتاع البيت هيبقى جوين الدومين؟ لا، انا فوركو جروب اهو، جهاز عندي وفوركو جروب، حلو كده. وهبدا ان انا اخد ريال اي بي 1. يقول لي طب انا هشتري وانا في البيت ريال اي بي؟ لا، ما انت اول ما بتطلع انترنت بتبقى واخد ريال اي بي اهو 62.222. معايا كده؟
وابدأ بقى اخلي الراوتر ده راس سيرفر. ازاي تخلي الراجل ده بقى راس سيرفر؟ هتخش هنا كده جوه السيرفر مانجر رولز، هتقول له انا عايز اد رول سيرفر رول. الرول اللي انا عايز ادها ايه؟ نتورك بوليسي اند اكسس سيرفيسز. تفكركم بحاجه دي اللي كنت بخلي من خلالها ده راوتر نيكست. ها نيكست يعني حضرتك عايز تظبط ايه؟ انا عايز اخلي الراجل ده يشتغل راوتنج اند ريموت اكسس سيرفيس اللي هو ايه؟ راس. ما هو اختصار الراس ايه؟ الله يفتح عليك. ايه؟ ما هو الراس سيرفر انا هشغله از راوتر. هو بيعمل شغلانه الراوتر. ليه بقى؟ هقول لك ليه لما يتسطر. بص هنبدا ان احنا نعمل انستول فور سكيورتي. فور سكيورتي انا الناس اللي هتجيلي من بره محتاجه ان هي تاكسس السيرفرات بتاعتي، صح؟ بس عارف الناس اللي جايه لي من بره دي مش انا شغال في كلاس سي، انا هديهم رينج مختلف عن الرينج بتاعي خالص. اي واحد جاي لي من بره المفترض ان هو هياخد اي بي علشان يقدر ياكسس السيرفر بتاعي، مش انا عامل تانل. التانل دي وظيفتها ايه؟ ان انا اكسس الناس دي، خلاص؟ فالتانل اللي انا بعملها دي بتعمل لي ايه؟ ما هو ازاي بتتعمل التانل؟ مش انا قلت لك النت بيفصل؟ ان الراس سيرفر اول ما الراجل ده ما يستقبل منه الكونكشن، مش انا جاي لي بريال اي بي او مرامي الريال اي بي ده في الزباله. وامانة كراس مديله اي بي. انا كراس اقوم جاي مديله اي بي. الاي بي بقى اللي انا هديهوله ده علشان يقدر يكونكت عندي جوه النتورك بتاعتي، خلاص؟ فانا فور سكيورتي مش هديله اي بي من الرينج بتاعي ده، انا هديله اي بي من رينج تاني خالص، واقول لي الراس يا راس اشتغل له راوتر. طب واحد يقول لي ليه؟ علشان لو انا اديته من نفس الرينج بتاعي، ما هو سكيورتي ليه؟ الله يفتح عليك. انما لما اديله رينج مختلف اقدر اطبق عليه باكيت فلتر. فاهمين؟ فاكرين الباكيت فلتر؟ اقول ده يوصل للجهاز الفلاني، ده يوصل للاي بي الفلاني، يوصل للويب سيرفر بس، هكذا. كده اتسطبت. هنبدا ان احنا نخش جوه الادمنستريتيف تمبلتس راوتنج اند ريموت اكسس. طبعا باي ديفولت هي بتبقى ديسيبلد. هتقول له انا عايز اكونفيجر اند انيبل راوتنج اند ريموت اكسس. نيكست. ها كاستم كونفيجريشن نيكست. احنا خدنا مع بعض لان راوتنج، صح؟ وخدنا مع بعض النات، صح؟ والديمون والدايل دايل اب قلنا دي انتهت، انقرضت خلاص، ما فيش في حد بيعمل دايل اب، صح؟ طيب عندنا بقى الفي بي ان وعندنا الديمون دايل. عارف ايه الديمون دايل؟ الديمون دايل دي اللي هناخدها في الكورس بتاعنا ده. الديمون دايل ان انا برضه هعمل في بي ان، هعمل في بي ان، بس في بي ان ما بين فروع مش ما بين اشخاص. اللي انا بعملها دي الفي بي ان اللي انا بعملها دي بيسموها ايه؟ بيسموها كلاينت تو سيرفر. بيسموها ايه؟ كلاينت تو سيرفر. انا كلاينت واكونكت على سيرفر. الفي بي ان الثانيه بيسموها سيرفر تو سيرفر او سايت تو سايت، ان احط راس هنا وراس هنا والاثنين يكونكتوا على بعض وانا اخش من وراه. عندي فرع في اسكندريه، خلاص؟ رحت لنور قلت له انا عايز اربط الفروع دي بليز ذا لاين، حلو؟ فنور قال لي الفرع ده عشان تربطه، تربط ما بينك وما بين اسكندريه بليز ذا لاين هتدفع 50,000 جنيه في السنه. فرحت قلت للشيرمان بتاعنا انا هندفع 50,000 جنيه، فطب ساكت مني، خلاص؟ قال لي لا مش عايزين الناس تشوف بعض. طب انا كراجل ادمنستريتور عايز الناس تشوف بعض، اعمل ايه؟
فخلاص الناس دي طالعه انترنت وانا طالع انترنت، اشغل هنا راس سيرفر وهنا راس سيرفر، واقول للراس ده كونكت على الراس ده والراس ده كونكت على الراس ده، والناس كده بتشوف بعض من خلال الاثنين راس بس. طبعا هتبقى بطيئه بس اهو ماشيه. فتح، لاحظ بقى انا هعلم على ايه؟ في بي ان، صح؟ مش هعلم على لان راوتنج، ماشي كده؟ اقول له نيكست فينش، طبعا هيرستارت السيرفيس. اول ما انا بقول له ستارت السيرفيس، احنا اتفقنا مع بعض التانل بتاعتنا بتبقى قد ايه؟ عندنا ثلاث انواع، بوينت بوينت لير 2 اس اس، صح؟ اول ما انا بقول للراجل ده اشتغل في بي ان وهتبقى انت راس سيرفر، بيقوم مكريت لك على طول حاجه اسمها بورتس، بيحط لك فيها ايه؟ بيحط لك فيها الاس اس تانل بروتوكول 128 بورت، يعني 128 واحد يقدروا يكونكتوا على الاس اس. كلمه بورت يعني 128 فرد يقدروا يخشوا لي في بي ان، وبيكريت لي في لاير 2 128، وبيكريت لي في البوينت بوينت 128. شايف؟ طبعا انا ممكن اقلل العدد ده، كل طنل. بص انا ممكن اقف على بورتس هنا واجيب البروبرتس بتاعتي، حلو كده، واجي هنا البوينت بوينت انا عايزها مثلا 5، خليها زيرو براحتك، انا بديك مثال بس، فاهم؟ انا عايزها 5، ولابد ولازما تتاكد ان التشيك بوكس ده متعلم عليه، اللي هو ايه؟ ريموت اكسس كونكشنز ان باوند، يعني استقبل الكونكشن اللي جايه لك. وممكن تخلي لي ده 128 بدل 128 تخلوا لي 5، ها، وتخلي الاس اس 5. لا هم دول بس الثلاثه دول، ها، هتفهم، هفهمها لك بس خليك خطوه بخطوه، ها معايا كده؟ ماشي كده؟ بص مجرد ان انا اقول له ابلاي اوكي خلى لي كل واحده ايه؟ 5. دي البورتس. طبعا هنا لو جيت هنا ريموت اكسس كلاينت، مين اللي داخل عندنا؟ في حد لسه داخل عندنا؟ طيب نتورك انترفيسز، هيقول لك والله انت عندك اتنين انترفيسز، عندك واحده انترنال وعندك اكسترنال، صح؟ والاتنين كونكتد، صح كده؟ ها لما تيجي بقى تقف كده على الراس سيرفر او الراوتر بتاعك وتجيب البروبرتس بتاعتك، هتبص تلاقي في جنرال الراجل ده بيشتغل ايه؟ بيشتغل لان، خلاص، وبيشتغل راوتر في نفس الوقت، يعني هو معلم لك على الراوتر وبيشتغل ايه؟ لان راوتر، خلاص؟ ها طبعا انت ممكن تيجي هنا كده تقول له ايه؟ لا انا عايزك تشتغل لان بس، انا عايزك تشتغل لان وراوتر، ممكن تشيل التشيك بوكس ده خالص، فكده انت مش هتستقبل الريموت اكسس، وبيشتغل ايه؟ ريموت اكسس سيرفر. طب وانا علمت له على الراوتر، امال هو لوحده ازاي شغلها؟ ما هو باي ديفولت هو فاهم ان انا اول ما بقول له انت هتشتغل از راس سيرفر، بيقول لك يبقى انا اكيد هروت ما بيني وما بين الناس اللي جايه لك من بره. سكيورتي هنا، جوه سكيورتي هنا بيقول لك نوع الاوزنتيكيشن بتاعي يبقى ايه؟ نوع الاوزنتيكيشن بتاعي يبقى ايه؟ يعني ايه نوع الاوزنتيكيشن بتاعي يبقى ايه؟ احنا مش قلنا علشان كلاينت يكونكت على الراس سيرفر لابد ان هو يعدي على ثلاث مراحل؟ الثلاث مراحل هما ايه؟ ايدنتيفيكيشن، اوزنتيكيشن، اوثورايزيشن. ايدنتيفيكيشن يبعت له اليوزر نيم، اوزنتيكيشن يبعت له الباسورد، اوثورايزيشن يبعت ايه؟ يسمح له او ما يسمحلوش. معايا محمد عاصم؟ انا بحاول اعيد اهو عشان انت تبقى ايه مستوعب معانا، خلاص. فاحنا اتفقنا مع بعض ان الراس سيرفر ده في منه نوعين برضو، يا اما يبقى جوين الدومين يا اما ما يبقاش جوين الدومين، صح؟ عارف لو جوين الدومين
بتبقى نوع الاوزنتيكيشن بتاعي اسمه ويندوز اوزنتيكيشن. اسمه ايه؟ ويندوز اوزنتيكيشن. يعني ايه ويندوز اوزنتيكيشن؟ يعني انا فاهم يعني ايه اللي داب، فاهم يعني ايه كيربروس، فاهم اليوزر اللي جاي لي بروح اسال الدومين كنترولر بتاعي. طب النوع الثاني بيسموه ريديوس اوزنتيكيشن. بيسموه ايه؟ ريديوس اوزنتيكيشن. فعارف يعني ايه كلمه ريديوس اوزنتيكيشن؟ كلمه ريديوس اوزنتيكيشن يعني مش انت المسؤول عن عمليه الاوزنتيكيشن، ده النبس هو المسؤول عنها. تاني، مش انا قلت لك نوعين؟ النوع الاولاني ان الراجل ده يكون فاهم اليوزر اللي جاي له، ببعت له ام سرحان فهو فاهم انه يروح للدومين يقول له ادخله ولا ما ادخلهوش، صح؟ النوع الثاني ان انا بقول له انت عندك، انت مش مسؤول عن عمليه الاوزنتيكيشن، ده في واحد مسؤول عن عمليه الاوزنتيكيشن اللي هو اسمه الدومين كنترولر. فباجي بقول له الفريند بتاعك الدومين كنترولر ده اللي هتبعت له اليوزر نيم والباسورد اللي جايين لك. فالدومين كنترولر بالنسبه له بيبقى اسمه ريديوس اوزنتيكيشن. عشان كده لما بتختار له ريديوس اوزنتيكيشن تيجي هنا كده في كونفيجر تبدا ان انت تقول له مين هو السيرفر المسؤول بقى عن عمليه الاوزنتيكيشن. معايا كده؟ طيب عمليه الاوزنتيكيشن ان انا ابعت له اليوزر نيم والباسورد بتوعي ليها انواع، ليها انواع. يعني لو انا جيت قلت له هنا الاوزنتيكيشن ميثود هبص لاقي ايه؟ ليها انواع. اول نوع بيسموه الايب، تاني نوع بيسموه الام اس شاب فيرجن 2، تاني حاجه بيسموه او تالت حاجه بيسموها الشيب، تالت حاجه بيسموها الباب. ها معايا كده؟ الايب ده بتاع السمارت كارد. عارف السمارت كارد؟ في بعض اللابتوبات ده فيه فينجر برينت، لابتوبات بقى تانية بتبقى بالسمارت كارد، كارت وتعديه كده يدخلك اليوزر نيم والباسورد بتوعك. بعض البي سيز على سبيل المثال النوع صن بتبقى غالية شوية، بتبقى سعرها غالي شوية، بتبقى بالسمارت كارد، بيبقى عليها برامج معينة وحاجات معينة ما ينفعش اي حد يكونكت عليها، فما بتنفعش ان انت تعمل اوزنتيكيشن غير من خلال السمارت كارد. فهو بيقول لك لو انت الجهاز بتاعك باستخدام السمارت كارد خلاص هنشغل لك الايب. فبتيجي هنا كده وتقول له الايب ميثود وتبدا تديله تقول له ايه انت بتستخدم السمارت كارد او اي بروتوكول تاني او اي سيرتيفيكت تاني. معايا؟ طيب الام اس شاب فيرجن 2 ده اقوى بروتوكول موجود مايكروسوفت عاملاه. الام اس شاب فيرجن 2 ده اللي بينكريبت الاوزنتيكيشن، يعني لما اجي ابعت له اليوزر نيم والباسورد بتوعي يخرجوا مشفرين. اليوزر نيم والباسورد بتوعي يخرجوا مشفرين. لا مشفرين مشفرين، يعني ما بيبعتش اليوزر نيم والباسورد بتوعي، بيبعت له حاجه اسمها الهاش، هيدر كده، وهو هناك بيبقى فاهم ان دول بتوعه مثلا محمود بتوعه، علشان لما حد يهاك ما يعرفش يوصل له. الشيب ده بتاع المكن الاقل من ال 2000، يعني ال 95 98 ميلينيوم، الحاجات اللي هي اقل من ال 2000. لا اقل من ال 2000. الباب ده بتاع اي حاجه، ده بتاع اي اوزنتيكيشن. حلو كده؟ ها بس الباب ده بقى اقلهم. ده بص حتى بيقول لك ايه؟ ان انكريبتد باسورد، يعني معناها ايه؟ الباسورد بتتبعت از كلير تكست، يعني انا كاتب له بعت له ام سرحان 1 2 3 تمشي في السلك ام سرحان 1 2 3. لا يا عم انواع التانل ما احنا خدناها. ما احنا حددناها يا عم اهو. ما احنا عملنا 100 100 البوينت بوينت 5
اللير 2 5 الاس اس 5. لو انا خليتهم كلهم دول صفار وخليت الاس اس بس، يبقى اليوزر ده لما يخش مش هيكونكت غير من خلال التانيل اللي هي الاس اس. طبعا في طبعا اوبشن فكسان، الاوبشن ده يعني اللي يختاره يبقى عايز ايده تتقطع قبل ما يعلم عليه. ليه بقى؟ اللو ريموت سيستم تو كونكت وذاوت اوثنتيكيشن. عارف يعني ايه؟ يعني اليوزر يدوس انتر يخش. يعني طبعا انت فاهم يعني ايه؟ يعني كده انا معناها بقول للناس تعالوا خرتقولي الدنيا عندي، اي حد يخش، اي حد معدي كده يخش طبعا. والان انكريبت علشان كده هو باي ديفولت معلم لك على الايه، الام اس شاب فيرجن 2. معايا؟ هنبدا نقول له اوكي. دي قصه السكيورتي. طيب اي بي فيرجن 4 بقى، الناس اللي هتجيلي من بره مش محتاجين اي بي علشان يكونكتوا عليه. مش احنا قلنا بقى هنعمل تانل، هنشيل دلوقتي الريال اي بي بتاع الراجل نرميه ونديله اي بي من عندنا، صح؟ الاي بي اللي انا هديهوله من عندنا ده علشان يقدر ياكسس الحاجات اللي موجوده عندي. فبيقول لك الراجل اللي يجيلي من بره اديله اي بي من عن طريق الدي اتش سي بي. وطبعا لو اديله اي بي من عن طريق الدي اتش سي بي يبقى لابد ان انا اعمل له سكوب خاصه بيه، ولابد ان انا اشغل الريلي ايجنت عليه. بس انا بقى ما بحبش دي. ليه بقى؟ لاني بتعمل برودكاست وبتعمل لي ترافيك عالي كده او كده. انا جاي لي كام واحد او جاي لي كام يوزر؟ هنقول 15 اللي احنا عملناهم، صح؟ احطهم لهم هنا منيو، اقول له لا استاتيك ادرس بول انت هتوزع له. لما اجي بقى هنا بقى ادي لهم رينج مختلف عن الرينج بتاعي. لازم يكون ايه؟ لا 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 خالص، لا لا خالص. هفهمك بس الدنيا. انا عندي كام بورت انا فاتحه؟ حد تايه بس يا جدعان علشان الكلام ده مهم جدا. خلي بالك انت ممكن ما تعملش الفي بي ان على مايكروسوفت، يعني ممكن يبقى عندك فورت جيت وتعمل عليه في بي ان، ممكن يبقى عندك حاجه اسمها جينبر وتعمل عليه في بي ان، سيسكو يبقى عندك في بي ان. بس في لا في سيسكو ولا في فورت جيت ولا في جينبر بيشرحوا ان ديتيلز الفي بي ان. فاهم؟ فانت هم ما بتشرحش، هو مش موجوده اصلا في المنهج. سوفت وير لا جهاز، بس الجهاز يا اما ليه جيو اي دي بتمانج منه جيو اي، يا اما بتمانج بالكوماند لاين. يعني تقدر على راوتر سيسكو تعمل في بي ان برضه بالكوماند لاين، فاهم؟ فانت هنا هتدي له رينج مختلف عن الرينج بتاعك، وليكن هندي له 172 16 1 1. حلو كده. وانا فاتح كام بورت؟ 192 168 1 15، صح كده؟ كده غلط، كده غلط. ليه بقى؟ عارف لو انا قلت له اوكي كده 14 واحد بس اللي هيخش. واحد يقول لي ليه؟ علشان الراس سيرفر ده ذكي شويه. الراس سيرفر فور سيكيورتي بيقوم عامل ايه؟ عارف اول اي بي انا واخده بيقوم الراس سيرفر حاجزه بنفسه. مش انا في طانل ما بيني وما بين الراجل، عايز اكلم الراجل، بعمل ايه؟ بقوم واخد اي بي علشان لما يجي حد يكلمني من اللي جاي لي من بره يكلمني على اي بي البرايفت، ما يكلمنيش على الريال. ليه؟ لان هو مش هيعرف يصلي عن طريق الريال. ليه مش هيعرف يوصل عن طريق الريال؟ لاني خلاص انا عملت ما بيني وما بينه طانل. يعني انت لو بتبنج عليه على الاي بي الريال مش هيرد عليك، هيديك ريكوست تايم اوت، هيقول لك انا ما اعرفكش. اهو قبل التانل دلوقتي، انا لو جيت دلوقتي هنا كده اهو تروبينج 62 2 2 1 بيرد بعد التانل، هيديك ريكوست تايم اوت. تقدرش بقى تطلع انترنت خلاص.
فعلشان كده انا بديله هنا من 1 ل 16. بحجز اول اي بي على طول دايما بيبقى للراس سيرفر، تمام كده؟ ها شايف بقى التشيك بوكس ده انيبل برودكاست نيم ريزوليوشن، معناها ايه؟ معناها ان الراجل ده لما يمر بالخمس مراحل بتوع الريزولفنج يقدر ان هو يعمل برودكاست برضه. يعني عم راوتر لو عمل برودكاست عديه. اه يسمع له يعني، ما نفضلهوش، عشان خاطر لو انا حاطط له ريلي ايجنت، حاطط له اي حاجه من دي يسمع له. خلاص. وما تنساش تعلم على التشيك بوكس ده. بص بيقول لك ايه، يوز ذا فولوينج ادابتر تو اوبتين الدي اتش سي بي والدي ان اس والوينز سيرفر. معناها ايه؟ معناها ان انا باجي على الراوتر هنا في نتورك، انا مش محتاج الراجل ده يريزولف، الراجل اللي هيجي لي من بره ده مش محتاجه يريزولف حاجات، محتاجه يعرف مين هو الوينز سيرفر بتاعي، صح؟ فقال لك تعالى على الراوتر هنا وحط له الدي ان اس البرايفت، ولو عايز تحط له الوينز سيرفر حطه له، وتعالى هنا وقول له ايه يا عم الحاج، لما تيجي في بي ان يوز ذا فولوينج ادابتر للدي ان اس والدي اتش سي بي والوينز اللي موجودين على الانترنال. يعني شوف ايه الدي ان اس اللي موجود على الانترنال وخده. اه معايا كده؟ طبعا اي بي فيرجن 6 هنسيبه دلوقتي. ها التريبل بي، ايه التريبل بي بقى ده؟ دي كانت قصه كده قديمه، قصه كده فكسانه وانتهت يعني من زمان. كان زمان لما كنت انا بعمل بيبقى عندي دايل اب، فاكر الدايل اب؟ الدايل اب ده كان بيبقى عندي الجهاز بتاعي بركب فيه مودم واوصله على بفشت التليفون، وابدا ان انا كونكت على 0 و3 ساعات مش عارف ايه كده، يكونكت عليا ويطلعني انترنت، صح؟ فكان الانترنت بيبقى بطيء جدا، صح؟ فكانوا اخترعوا اختراع قبل الاي دي اس ال، اختراع اسمه مالتيبل لينك. ايه بقى هو المالتيبل لينك ده؟ ان انا يبقى عندي 2 مودم و2 خطين تليفون، بركب كارتين مودم واركب خطين تليفون، خط اوصله على المودم الاولاني وخط اوصله على المودم الثاني وكونكت انترنت. يقوم على طول المالتيبل لينك ده سوفت وير اسطبه يعمل لي حاجه اسمها ميرج ما بينهم، يطلعني بسرعه الاثنين. اه حلو كده. فانت طبعا بتقول له ايه، انيبل للمالتيبل لينك كونكشن لو انت عايز طبعا، بس خلاص بقى مبقاش في حد بيستخدم الحاجات دي. لوجنج هنا بيكتب لك في الايفنت فيور لو حد كتب اليوزر نيم باس، اليوزر نيم او الباسورد بتوعه غلط او عمل اي حاجه، فاهم؟ يبدا ان هو يكتب لك في الايفنت فيور اللي احنا خدناه بتاع الاوديت، فاكره؟ يعني يقول لك اللوج لو في اكتب لي الايرورز اولني، اكتب لي الايرورز والورنينج، اكتب لي لا، اكتب لي الاول ايفنت. بقول لك ده الباص بتاعها بقى. ايه؟ هتبدا تقول له اوكي ابلاي. بس قبل ما نقول له اوكي وابلاي تعالوا نراجع علشان خاطر ايه؟ اللي تايه منه حاجه. قلنا هنا في جنرال انا بخليه يشتغل راوتر وريموت اكسس، صح؟ نوع الاوزنتيكيشن بتاعي يبقى ويندوز اوزنتيكيشن، لان الراجل ده جوين الدومين، الراجل ده جوين الدومين، لو مش جوين الدومين هيبقى نوع الاوزنتيكيشن بتاعي راديوس اوزنتيكيشن. الاوزنتيكيشن ميثود بتاعتي هيستخدم الام اس شاب فيرجن 2، ولو هو عنده سمارت كارد ندخله.
الراجل اللي هيجي لي ياخد اي بي 172 16 واحد واحد لغايه 1 16، صح؟ والراس هياخد اي بي، وبقول له لما تيجي تكونكت خد الدي ان اس من على الانترنال. عملت انيبل مالتيبل لينك، وفي اللوجنج هنا بقول له اكتب لي كل الايفنت. احنا شرحناها اهو. ما انا بقول له لما تيجي الراجل ده محتاج يريزولف، صح؟ فمحتاج ان انا اعرفه مين هو الدي ان اس. بقول له لا، بص على الدي ان اس بتاع الانترنال بتاع الادابتور بتاعك، يوز ذا فولوينج ادابتور تو اوبتين الدي اتش سي بي والدي ان اس والوينز سيرفر. انت كنت نايم ولا ايه يعني؟ كنت نايم؟ فبقول له يوز الدي ان اس والوينز سيرفر اللي موجود على الانترنال ولا الاكسترنال؟ الانترنال، علشان يرزولف الحاجات اللي جوه. تعالى انا بقى كده بقى قاعد في البيت وعايز اكونكت بقى على الراس سيرفر علشان اخش على الدومين كنترولر بتاعي. مبدئيا الدومين كنترولر بتاعي لابد ان هو يكون واخد راوتر، الجيت واي بتاعه. يكون ايه الجيت واي بتاعه؟ يكون الراس، علشان اعرف اخش له، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط يا جدعان؟ انتوا مش واخدين الراوتنج ولا ايه؟ مش لازم الجيت واي يكون محطوط على الاثنين؟ فالراجل ده لازم يكون واخد الجيت واي عشان اليوزر يقدر يوصل له، صح؟ طيب بس كده نتاكد، لازم نقفل الفايروول. على لا، الكلاينت ده راجل طالع انترنت اهو، لا بيه ولا عليه ولا واخد جيت واي ولا واخد اي حاجه. بص، الراجل ده طالع انترنت، ملوش دعوه، مش واخد لا جيت واي ولا دي ان اس ولا اي. طبعا انا بقى ببقى قايل له اوبتين اوتوماتيك، فهو بيبقى واخد ايه؟ الدي ان اس الريال، وبيبقى واخد الحاجات الريال. خلاص، هتيجي هنا تخش كده في كنترول بانل نتورك اند شيرنج سنتر، تبدا تقول له ايه يا عم الحاج؟ انا عايز اكونكت تو نتورك. يعني حضرتك عايز تعمل في بي ان؟ اه، عايز اعمل في بي ان. اه، وماله الراجل ده كده؟ اه، طب قول له الاول معلش انا سيت اب ا نيو كونكشن، سيت اب ا نيو كونكشن، سيت اب نيو كونكشن، كونكت تو ورك بليسز. انا عايز اكونكت لفين؟ ولا انت عايز تكونكت على الانترنت؟ لا، انا عايز اكونكت على شغلي. يعني حضرتك عايز تسيت اب فيرتشوال برايفت نتورك اللي هي الفي بي ان كونكشن. ايوه، عايز اسيت اب فيرتشوال برايفت نتورك. ها، يعني حضرتك عايز تخش دايل اب ولا تخش باستخدام الفي بي ان؟ ها، بالايه؟ بالانترنت كونكشن، في بي ان، صح؟ طيب هتقول له سيت اب انترنت كونكشن ولا ليتر؟ ولا اي ويل سيت اب ذا كونكشن ليتر؟ انا اقول له سيت اب ذا كونكشن ليتر عشان الجهاز ده مش طالع نت دلوقتي، بس ما يسيرش على النت. هيبدا يقول لي قول لي الاي بي ادرس بتاع الراس. ركز معايا، انا كونكت على الراس، فهنا بيقول لك قول لي الاي بي ادرس بتاع الراس. فهبدا ان انا اقول له ايه؟ 62. طبعا بقى وانا في الشغل حافظ بقى الريال اي بي بتاع الراس سيرفر، انا مثبته عليه ومشتريه من تي داتا ب 10 جنيه. هيبدا يقول لك قول لي ليها نيم، فاقول له مثلا سي سي جي اسمها. طب انت بتيوز السمارت كارد؟ لا، انا مش ما بيوز، خلاص مش هستخدمه، ماشي مش مهم، بس انا ما عنديش سمارت كارد عشان اجرب عليه. هبدا ان انا اقول له نيكست، هيبدا يقول لي قول لي اليوزر نيم بتاعك والباسورد بتاعتك والدومين بتاعك. انا اقول له يا عم كرييت، انا اقول له كرييت كلوز كده، عمل لها كرييت هو من غير ما اديله حاجه. هنيجي بقى نرجع للدومين كنترولر بتاعنا، احنا عايزين مين يخش في بي ان؟ محمود مثلا،
عندنا يوزر اسمه محمود صح ولا ما عندناش؟ عندنا مش حاجة عنه. البلك انا الجهاز بتاعي ورك جروب ولا داخل بمحمود ولا داخل بحد، انا داخل بس بمحمود، ده يوزر موجود عندي في السام فايل. الديفولت بقى كان في 2003، كان الديفولت عندي ان لما اقف كده على اليوزر واجيب البروبرتس بتاعته بتلاقي عندك حاجه اسمها دايلين. كان الديفولت في 2003 ان اي حد عايز يعمل ريموت اكسس ديناي. في 2008 اي حد عايز يعمل ريموت اكسس كنترول اكسس ثرو النبس. يعني لو انت هتيجي هتعدي على النبس الاول. خلي بالك بس مراجعه سريعه كده، احنا خدنا معظم الحاجات دي، خدنا جنرال قلنا النيم بتاعه والتليفون والايميلز والكلام ده، ادريسز الحاجات برضو بتاعته، اكاونت لوجن اورز ولوجن تو والكلام ده صح. بروفايل خدنا البروفايل اليوزر بروفايل والهوم فولدر والكلام ده، تليفون والاورجنايزيشنال والكلام ده صح، سيشن خدناه واحنا بنتكلم عن الريموت ديسكتوب صح. هنتكلم بقى على ايه بقى النهارده؟ دايلين. فين دايلين؟ انت بتقول له ايه؟ كنترول اكسس ثرو بوليسي او بتقول له الاو اكسس؟ طبعا ديناي اكسس ما يعرفش. بص لو انا جيت دلوقتي كده وقلت له ابلاي اوكي، انا عاملها ايه؟ ديناي. هاجي هنا كده اقول له ايه؟ تشينج ادابتور سيتنج. هبص تلاقيها موجوده اهي سي سي جي، تدوس عليها تقول له انا اليوزر بتاعي اسمه ام سرحان والباسورد بتاعتي باسورد. المفترض اليوزر ده هيمر بكام مرحله؟ ثلاثه. ايدنتيفيكيشن هيبعت له ده ام سرحان، اوثنتيكيشن هيبعت له دي الباسورد، اوثورايزيشن هيسمح له ان هو يخش او ما يسمحلوش صح. طب بص كده، بص فيرفاينج اليوزر نيم اند الباسورد. انا بكونكت على الاثنين واحد واحد ببعتهم له علشان انيشيت مع التانل اس اس تانل بروتوكول. راح مطلع لك ايه؟ قال لك كلوز. انت معلش انا وصلت له هناك فعلا وجيت افتح معاه التانل، بس الراجل ده قال لي لا ما فيش تانل ولا حاجه، انت ديناي اكسس. طب تعالى كده نيجي هنا ونقول للمحمود انت يا عم الحاج الاو اكسس. ام سرحان فاينج اليوزر نيم، القطها بقى عشان هيقول لك ايه؟ اوثورايزيشن على طول. بنشيت معاه التانل اوثورايزيشن. قريتها؟ دخل ولا ما دخلش؟ قدر يوصل ولا ما قدرش يوصل؟ طب اليوزر ده بقى واخد اي بي ايه؟ اي بي كونفج سلاش بول. الراجل ده اول حاجه بيقول لك احنا بنكونكت على البتاع اللي اسمها سي سي جي. طبعا في الاول اهو بص هقول لك ايه، انت واخد 62.222 صح، بس بص بقى واخد اي بي ايه؟ انت واخد اي بي
على الحته اللي اسمها سي سي جي، الفيزيكال ادرس بتاعك ايه؟ مفيش. هو انا اصلا ده انا عامله فيرشو وهمي، حاجه وهميه، اخد عليه ماك ادرس ازاي يعني؟ صح. طب بص، واخد اي بي كام؟ 72 16 1 2 صح؟ ها بالسبنت ماسك دي، ها الديفولت جيت واي بتاعك فيش، ها لان انا مش مديله جيت واي. الدي ان اس سيرفر 1200. طب عرفت منين ال 1200؟ عن طريق ان انا قلت له الله يفتح عليك، ها النت باي 2 اوفر تي سي بي اي بي، انا معلم على التشيك بوكس فمعمول لها انيبل. بص بقى، لو انا جيت دلوقتي هنا كده واقول له بقى بص بينج 192.168.1.200، هيديك ريكوست تايم اوت. ليه؟ لان السيرفر بتاعي ده معلوش جيت واي، هو هيرمي على الراس، الراس مش هيعرف يخش له، صح؟ طب تعالى كده نحط للراجل ده جيت واي، نحط له جيت واي اللي هو مين؟ الراس يا عم الحاج. مش الراس ده راوتر وفي نفس الوقت بيستقبل الكونكشن من بره؟ ايه اللي حصل؟ ليه؟ علشان عديت على راوتر. ايه؟ راوتر واحد اللي هو الراس. مفهومه؟ اقدر بقى انا دلوقتي لو شغلت الفي بي، لو شغلت الريموت ديسكتوب اقدر اعمل عليه ريموت ديسكتوب؟ خلاص. بص ريموت سيتنج، بالنيم كمان دي سي، مش حاسس بيها ولا ايه؟ وصل ولا ما وصلش؟ ما هو ده الطبيعي في الفي بي ان، في الريموت ديسكتوب ما كان بيعمل كده. فهمت ولا صعبه؟ سهله. طب بص بقى هنا، لو جه اليوزر دلوقتي كده نعمل ديسكونكت، وجه اليوزر ويف هنا كده وجاب البروبرتس بتاعت دي، هيقول له مين هو الاي بي اللي انا عايز اكونكت عليه، صح؟ اوبشنز هنا ايه؟ اللي هي الدايلنج اوبشنز. تعرف لما انا باجي بعمل له دايل ويلاقيها لاي سبب مشغوله ولا اي حاجه، بيبدا ان هو يرتراي ثلاث مرات ويعد لي دقيقه. بتبص تلاقيه كده عمال يعد لي، يعني بص ايه مين؟ يعني انا ممكن مثلا اقول له ايه كل خمس دقائق عيدها، فاهم؟ لا ده انت تعيدها لما يبقى ايدل تايم، لما يبقى في ايدل وقت التكاسل. فلو انا قلت له بص التريبل بي، ها ان انت تبقى عندك اللي هو المالتيبل لينك، فاكرها؟ ها نجيشيت المالتيبل لينك، يعني تفاوض مع المالتيبل لينك. بص لو انا قلت له كل خمس دقايق، وتعالى نقفل اليوزر ده، بص بيعد لك ايه؟ خمس دقايق وبعدين يحاول تاني، فاهم؟ لمدة ثلاث مرات. بعد كده ايه؟ وقف. عشان انا قلت له ديناي.
انا جيت عند اليوزر هنا في دايلين وقلت له دي نون، شايف؟ فانت هنا بتقف هنا عليها لما بتجيب البروبرتس، انت هنا بتقول له ايه؟ ها عدد مرات المحاولات تبقى كم مره؟ 3 بس. بص هنا في سيكيورتي انا هنا بسبورت ايه؟ الام اس شاب فيرجن 2 صح كده؟ طيب تعالى كده نقول له allow. اليوزر ده هيخش ولا مش هيخش؟ دخل عفريت اهو صح. طب تعالى كده قول له هات هدي كده قول له disconnect، وتعالى هنا كده هات البروبرتس سكيورتي وقول له لا لا انا انت بتقول له انت ريكواير انكريبتد، يعني لما تيجي تبعت اليوزر نيم والباسورد بتوعك يبقى انكريبتد والداتا بتاعتك تبقى انكريبتد صح؟ قول له لا انا مش عايز اشتغل بالام اس شاب فيرجن 2، انا عايز اشتغل بالايه؟ بالايب. وطبعا الايب يبقى ايه؟ هقول له نو انكريبتد، انا مش عايز انكريبتد، واقول له اوكي حلو، واقول له ام سرحان والباسورد. ايه اللي حصل؟ عشان هناك اصلا انا مش مشغل الايب صح؟ فلازم تبقى الداتا عندي، يعني انا هنا على الراس نفسه انا قايل له اللي يجيلك هنا يكون مشغل الام اس شاب فيرجن 2 ويكون بيسبورت الانكريبتد صح؟ عشان كده اليوزر ده معرفش كونكت. انما لو رجعتها، يعني لو جيت هنا كده وقلت له الام اس شاب فيرجن 2 وقلت له احنا هنريكواير ايه؟ الانكريبشن. فين ده؟ دي يعني لا يعني بص انت هنا لما بتعمل مره لما بتعمل الاوثنتيكيشن بتاعتك غلط بيصفرها لك، فانت بتقول له لا على طول يوز الاوتوماتيك يوز ماي ويندوز لوجن بتاعتي انا الويندوز لوجن بتاعتي اللي هو محمود ده فاهم، والدومين بتاعي. يعني انا داخل دلوقتي ورك جروب، لو انا داخل في دومين الجهاز ده خارج له من دومين وانا داخل بام سرحان، خلاص بدل ما اقعد هنا اجي هنا في جنرال واجي اكتب لك كل مره، بس اجي هنا واكتب لك اوتوماتيك راح عامل ايه؟ مين قال لك؟ محمود والباسورد بتاعتك فاهم. فانت خطوه بتعملها يعني طبعا تشيل ده تقول له اوكي خلاص فهمت. دلوقتي انا عدلت اهو رجعتها زي ما كانت، هل هنكونكت؟ دخلنا ولا ما دخلناش؟ طيب تخيل اليوزر بقى جه هنا كده وجه وقف هنا كده جاب البروبرتس في نتورك عنده التي سي بي اي بي فيرجن 4 وجاء لك لا يا عم انا مش اوبتن اوتوماتيك، انا هحط انا اي بي 172.16.1.5 والدي ان اس بتاعي يبقى 192.168.1.200 واقول له اوكي. حد ليه عندي حاجه؟ حطيت انا اي بي، تعالى كده من الرينج بتاع اللي هناك. تفتكر يعرف يخش؟ لا طبعا. هو انا قايل لك يا يوزر تحط اي بي ولا انت بتاخد مني؟ خلاص. معنى كده ايه؟ معنى كده ان لو يوزر حب يتفزلك في حاجه ما يعرفش يخش.
بص بقى الشيرنج دي حلوه قوي. عارف لو انا مثلا الانترنت عندي هنا خلاص، ودخلت نت انا مثلا باليو اس بي، موصل اليو اس بي او موصل اي حاجه، وموصل الجهاز بتاعي بكابل تاني بجهاز تاني، فطبعا النت هيقطع عندي. ركز معايا اهو، انت عندك نت وعندك جهازين في البيت، عندك نت وعندك جهازين في البيت، لما انا اخش بالفي بي ان النت هيقطع عندي صح؟ مش اتفقنا مع كده مع بعض كده؟ فالنت كده قطع عن البيت صح، لان هو بص على الريال اي بي بتاعي فقطع. فقال لك ايه؟ قال لك طب ما انت ممكن تعمل بوليسي، مايكروسوفت برضو ذكي عارفه ان احنا بنصيع عليها، ان انا ممكن اعمل بوليسي. البوليسي دي بتقول ايه؟ انا اخرج نت من خلال الشركه، طب والجماعه اللي في البيت لا، نشير لهم بقى الكونكشن بتاعتنا. لا بتاعتي انا، فهم يكونكتوا على الكونكشن بتاعتي فيخرجوا انترنت من خلالي. من بره هم يخشوا على الطريق كده، عشان يخشوا نت داخلين على طريق دي، هم مش هيخشوا نت من عن طريق الراوتر خلاص، ما الراوتر قفل. عن طريق دي الجهاز اللي معايا اهو، وبعد كده السيرفر وبعد كده الانترنت. الله يفتح عليك. خلي بالك الحركه دي انت ممكن اصلا تعملها ازاي؟ انت ممكن اصلا باليو اس بي، ممكن من غير لا في بي ان ولا الكلام ده. انا عندي الفلاشه بتاعت اليو اس بي بركبها على اللابتوب خلاص، وعندهم جوه الجهاز، واحنا متوصلين انا والجهاز بكابل، او مخرجهم من خلال جهازي، اشير لهم الكونكشن فهم يشوفوها، ويبقى الجهاز بتاعي هو الجيت واي بتاعه. اشير الكونكشن. بص بيقول لك ايه؟ allow other network user to connect through these computers، اللي هي الايه؟ للانترنت كونكشنز بتاعتك. يا عم هم مش شايفين الراس، ما يعرفوش حاجه اسمها الراس، هم ما لهمش دعوه، هم بيكونكتوا على جهازي وجهازي اللي بيرميهم على الراس. وصلت ولا ايه؟ سهله الفي بي ان ولا صعبه؟ ها؟ لكم سؤال؟ طيب احنا كده خلصنا نص الفي بي ان. المره الجايه بقى ان شاء الله اللي هو بكره باذن الله هناخد بقى النص الثاني، اللي هو ازاي بقى نكونكت من خلال الراس وهو مش جوين للدومين، ونطبق عليه بوليسي ثرو النبس. نطبق عليه بوليسي ثرو النبس. ذاكروا بقى المره دي عشان بكره لما نيجي نبقى ايه؟ تكمله للمره دي. لكم سؤال؟